ومعايا على الهاتف زميلي الاعلام شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. يقول لنا ما خرج عن هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات خاصه بهذه المرحله. مساء الخير. مساء الخير يا محمد. ازيك يا شريف؟ اهلا بيك. مساء الخير واهلا بيك. تحياتي كمان لضيوفك الكرام ضيوف مصر الكابتن فهد. مساء الخير يا شريف، ازي صحتك؟ امورك العامه. احنا سعداء بمشاركتك معنا طبعا، ونتابع ونكون اول من يعلن في وسائل الاعلام عن قرارات مجلس اداره النادي، وانت خير من يتحدث باسم مجلس الاداره. قول لنا يا شريف اخر القرارات او مجمل ما خرج من هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات. اشكرك مجددا محمد. نحن عارف الحقيقه انه مجلس الاداره بيعتمد نفسه في اجتماعات مفتوحه الحقيقه ممكن تواجه مسؤوليه او يعني سياسه لثقه الجمعيه العموميه واعتماد اللجنه الاولمبيه لنتيجه الانتخابات اللي ورد الى الحقيقه النادي بتاريخ 9 ديسمبر. هذا هو المحضر رقم 5 في الاجتماع، لكنه الحقيقه كان في اكثر من 8 جلسات، كانت في جلسات تكون مفتوحه. هذا الاجتماع الجزء الاول منه عقد في مقر النادي في الجزيره يوم 31 يناير، الجزء الثاني انعقد النهارده في مدينه نصر. انه مجلس الاداره الحقيقه يعني حريص وبيوصل رساله لاعضاء الجمعيه العموميه على الاهداف الحقيقه مشاريعهم بين الدخول في كل مقار وفروع النادي، انه الجميع على قلب رجل واحد. الاجتماع سبقه اجتماع اخر مهم مع جهاز مرفوعات الخدمه الوطنيه اللي هيتولى تطوير فروع النادي الثلاثه، واللي في غضون اسبوع 10 ايام سيتم الاعلان عن البرنامج الزمني في عملية التطوير في المقار والفروع المختلفة والمدد الزمنية والانتهاء منها يكون انت ان شاء الله. فبعد انتهاء هذا الاجتماع شكل مجلس الإدارة اجتماعه وفرج مجموعة من القرارات من المجلس في جلسة الأسبوع الماضي، كان أهمها تعلم محمد أنه مجلس إدارة شركة الأهلي بالتاجر الإعلامي شركل من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ومعاه السيد العامري فاروق والسيد خالد درندري. تم النهارده ضم الدكتوره رانيا علواني في مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي لتمثل اضافه هائله الحقيقه لهذا المجلس. سيعقد اجتماع الاسبوع المقبل للنظر في المنظومه الاعلاميه للنادي بشكل عام، تطوير قناه النادي لفريق نادي القرن مع بعض وزير الدعم الاساسي فيها وليد عنبيلي. ايضا الحقيقه تم الموافقه على فورا تعيين مدرب الدوري الاحتياجات الخاصه في فرع الشيخ زايد بناء على طلب اعضاء الجمعيه الوطنيه هناك، وايضا توفير مدرب التنسيق مع اللجنه العليا للخدمات الاجتماعيه اللي يتولاها محمد يوسف محبوب ونشاط الرياض الكابتن رؤوف عبد القادر. ايضا توفير مدرب يعني فريق الرواد في الشيخ زايد، بالاضافه الى نقل الكابتن عصام صدرات، وهو الحقيقه يعني كفاءه ونقدر نقول واجهه وجهات النادي الشباب اللي كان بيعمل في ملف التعاقدات او شركه التعاقدات. تم نقله الاستفاده منه في اداره التسويق الرياضي. تعرف ان في توجه في البحث عن موارد يعني جديده وتكون تنميه هذه الموارد. كان عصام مؤهل جدا، فالمجلس ارتفع في هذا المكان مع نادي الخليل تحت اشراف الدكتور سعد الشرابي اللي هو استقال مجلس الاداره للتسويق. لانه تعلم محمد انه المهندس عبد السيد خبرات عريضه اكيد طبعا كبير، يتولى لجنه التعاقدات ويؤدي فيها اداء اعتقد سيمرر في اجيال. لا والحقيقه شريف المهندس عدي القيعي خلال الاعوام او السنوات الماضيه بشكل كبير اشتغل في اكتر من ملف مرتبطين ببعض بدرجه كبيره، تعاقدات العناصر الجديده اللي بتدخل الفريق، قضيه التسويق الرياضي والاستثمار في النادي بشكل عام، يعني له باع في كل هذه الاتجاهات زي ما قلت. طبعا اتفضل. قاعد يعني قيمه كبيره كلنا بنعتز بيها في النادي الاهلي وبنتعلم منها كمان. النقطه الثانيه تتعلق بقى بلجنه الكره واعتماد قراراتها اللي كل جمهور الاهلي واعضائه يعني في هذه القرارات تاني تذكر بها الناس. انا معاك اثنين كبار وكباتن النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن ميرعي ومنتخب كوسكوتي. تم الحقيقه تدعيم فريق الناشئين بثلاث لاعبين والفريق الاول بثلاث لاعبين، فريق الناشئين احمد خالد ومحمد فخري ومحمود البزار 98 99، وشباب بنعتبرهم مستقبل واعد جدا. بالاضافه الى تم دعم الفريق الاول صلاح محسن وعلي لطفي الدنيسي ومحمد شريف من وادي دجله، وتم اعتماد هذه القرارات. تم اعتماد ايضا اعارات تمت في لاعبين الثلاثه صالح جمعه النادي الاهلي وحسين السيد وايضا عمرو بركات في انديه سعوديه الشباب والفيصلي والاتفاق. بالاضافه الى ده طبعا مقابل 5 مليون دولار يا محمد، وده رقم
يعني معقول جدا، وحقق توازن مالي وفني للنادي على حد واخر كابتن عبد العزيز عبد الفتاح. لاعبين ما كانتش بتشارك والان توصل في دوري قوي، سيعود اليه اقوى من مكان، فائده ماديه وفنيه عادت عليهم بالاضافه للفائده الماديه اللي عادت على النادي. هي اجمالي الصفقات اللي خرجت من الاهلي في المرحله دي على سبيل الاعاره 3,650,000 دولار، ده الاجمالي. صحيح. لو ضفت اليوم كمان توفير مستحقات هؤلاء اللاعبين كانوا يتقدموها في المدد اللي تم تعريفهم فيها، فانت بتتكلم عن ان حقق ما هو اكثر من التوازن المالي والفني طبعا. النقطه الثانيه هو الحقيقه الموافقه على بيع كابتن احمد عادل عبد المنعم نجم النادي الاهلي وحارس مرماه الى نادي مقصه مصر مقصه بشكل نهائي، وبالطبع اعتماد قرار لجنه الكره بعوده كابتن النادي الاهلي كابتن حسام غالي لقياده فريق النادي تكمل فيه، وواحد اهم النجوم الحقيقه على مر تاريخ النادي الفتره الماضيه في صفقه انتقال حر لم تكلف النادي اي شيء. المجلس الحقيقه عايز اقول انتهى كله الان، يعني عدد كبير الان الدكتور طارق اكيل، الدكتور رامي كفراوي، الدكتور رامي عدواني، الدكتور محمد الضمادي، ومعاهم الحقيقه تقدمهم السيد العامري فريق رئيس النادي بتكليف من الكابتن محمود الخطيب، بيحضروا في مدينه نصر مباراه في نهائي الدوري في كره الماء الحقيقه فريق ناشئين تحت 18 سنه مواليد 2000، النادي متفوق على نتيجه 4-0، هو بالاساس فاز بالدوري. هذه هي المباراه النهائيه، سيتم تسليم فرق الدوري افضل اللاعبين وما الى ذلك في هذه المباراه. الكابتن محمود حاجه كان حريص على افضل المباراه، يقول انه عنده اجتماع دخل من مدينه نصر الجزيره لشماله، وبقي مجلس الاداره بكامل تسجيله هذه القامات المحترمه لحضور هذه المباراه. وايضا كان الكابتن محمود الخطيب وجه التهنئه وتحيه خاصه منه لفريق الكره الطائره، الفريق الاول للكره الطائره الرجال بعد فوز النهارده على فريق الجيش بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وتصدره الحقيقه قمه الدوري الممتاز للكره الطائره. وكانت الاسبوع الماضي فاز على نادي الزمالك 3-0، كنت عارف ان فريق الكره الطائره يستعد لبطوله افريقيا للانديه الابطال في شهر مارس القادم. فده خير اعداد نتمنى التوفيق ان شاء الله. يعني عايز اطمن الحقيقه نجوم مصر اللي معاك ونجوم النادي الاهلي كابتن فوزي كابتن ماهر وحضرتك اهلاوي كبير محمد، ربنا يخليك ويديك الكرام، انه ما يبذل من جهد بمنهجيه علميه وباخلاص من الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته يشهد ويشير بوضوح الى اننا في غضون اسابيع قليله ستكون هناك خطه زمنيه للنهوض بالنادي على كل المستويات، الامور الانشائيه والاجتماعيه اللي تتم اعضاء النادي طبعا، والامور الرياضيه اللي تتم جمهور كره القدم العريض اللي منتشر من المحيط الى الخليج. ان شاء الله في اخبار طيبه ان شاء الله. يعني احب ابشرك الكابتن محمود الخطيب سيخص النادي الاهلي فيها، وهو شخصيا سيطل من خلال القناه بشكل او باخر للاعلان عن كل هذه المشروعات والمدن الزمنيه اللي هينتهي منها، بالاضافه الى كل ما يتعلق وكل ما يدور في اذهان الناس من اسئله تتعلق في الرياضه وكره القدم خاصه. بشكرك جدا على المشاركه معنا، واكيد هنتابع معاك لحظه بلحظه كل قرار وكل توجه من توجهات مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب.